خلال تفقده عددا من المشروعات ببني سويف، مدبولي يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز 145 مليار دولار. ردا على مزاعم إسرائيلية بانسحابها، مصر تؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي. قوات الاحتلال تدمر مربعا سكنيا في جباليا وتسقط عشرات الشهداء والمصابين، وحماس تقتل 15 جنديا إسرائيليا في اشتباكات برفح الفلسطينية جنوبي القطاع. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تركز حاليا على 4 قطاعات لدعم الصناعة، وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف. الجولات اللي احنا بنقوم بيها النهاردة كلها بتأتي في إطار رؤية الدولة ورؤية مصر 2030 اللي اتكلمنا فيها على ان عندنا 4 قطاعات رئيسية هم اللي هيقودوا الاقتصاد المصري: قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة. ولو حضراتكم بتتابعوا معانا يعني سواء طبعا الافتتاحات اللي بنشرف فيها بوجود فخامة الرئيس معانا، وكانت مؤخرا الدلتا الجديدة والمشروع الضخم والعملاق اللي احنا مصر كلها والمستثمرين شباب مصر الجميل. اسمحوا لي في البداية طبعا ان انا اعبر عن سعادتي وفرحتي الكبيرة جدا ان انا اكون موجود في هذا الحدث المهم جدا. والحقيقة وانا جاي عشان اطلع المسرح يعني شفت الحقيقة نماذج للاعمال الابداعية اللي بيعملها شباب مصر النهاردة في مجال ريادة الاعمال. واسمحوا لي ان انا يمكن النهاردة يعني اليوم كله كان يوم جميل. أنا كنت في محافظة بني سويف، أحد محافظات صعيد مصر، شفت هناك نماذج مفرحة من شباب مصر أيضا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية التكنولوجية اللي موجودة في محافظة بني سويف. شفت هناك ستارت أبس وشفنا شغل بيطلع من قلب صعيد مصر، الصعيد اللي احنا كلنا كان عندنا دائما في الماضي كلام انه مهمل وانه مش واخد حقه من مشروعات التطوير. بالعكس تماما، اللي شفناه النهاردة نماذج لشباب واعد جدا بيعمل النهاردة مشروعات مش فقط تخدم بلده، ولكن ايضا بقى بيصدر هذه الخدمات لدول اخرى. شفنا مصانع على اعلى مستوى النهاردة انتاجها بيصدر بالكامل لدول أوروبا وعلى مستوى العالم كله. الأهم يعني أنا رجعت من هناك الحقيقة في خلال ساعة زمن من بني سويف، وده من خلال شبكة الطرق العظيمة اللي الدولة المصرية عملتها في خلال الفترة الماضية. نفس هذا المشوار منذ سنوات قليلة كان بيستغرق 4 ساعات، احنا النهاردة خدناه في ساعة. ده كله النهاردة يعني الدولة المصرية عشان بتستشرف ان المستقبل لشبابها وليكم محتاج ان يكون عندنا بنية اساسية قوية جدا ومتطورة. كان لازم الدولة تعمل هذه البنية الاساسية عشان تمكننا جميعا النهاردة نقدر نتحرك من مكان لمكان، ونقدر نصدر منتجاتنا وخدماتنا، ويقدر شبابنا ان هو يبقى موجود في اي مكان ويقدر يتحرك على مدار اليوم كما لو كان ان هو بينتقل داخل مدينة واحدة. اسمحوا لي يمكن النهاردة ان انا مرة اخرى ان اعرب عن فخري بالنجاح الذي حققتموه في قطاع ريادة الاعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتكم على التكيف مع جميع التحديات اللي واجهت مصر والعالم.
وأود أن أعرب عن شكري لقمة رايز أب وشركة انطلاق على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع في الفترة السابقة، وكذلك التحديات حتى تتمكن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد. أتواجد معكم اليوم ساعيا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030. ولقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار. وفي سبيل تحقيق ذلك تعمل الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وفتح أسواق جديدة تتيح فرص عمل وتقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة. الحضور الكرام من شباب مصر الواعد، تعي الدولة المصرية أهمية النهوض بقطاع ريادة الأعمال، والذي ساهم خلال الأربع سنوات السابقة في ضخ استثمارات تخطت الملياري دولار، وتسعى الدولة لتقديم كامل الدعم والحوافز لذلك القطاع وتطوير السياسات الخاصة به لتواكب سرعة وتيرة نموه. وأثق أن رواد الأعمال بأفكارهم المبتكرة لديهم القدرة على خلق حلول للنهوض بقطاعات الدولة ذات الأهمية، ومنها الصناعة والزراعة والاتصالات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا بكافة أشكالها، وكل ذلك سوف يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة وضخ المزيد من النقد الأجنبي، ويثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر وقوة عقول وابتكار شبابها الواعد. شباب مصر رواد الأعمال، أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وانطلاقا من هذا الدور، تسعى الدولة باستمرار في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر. وفي هذا السياق اسمحوا لي أن أستعرض بعض الجهود التي تبذلها الدولة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة. قامت الدولة بإنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وعضوية كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال، وذلك حتى يكون لدينا جهة واحدة يستطيع الشباب ورواد الأعمال والشركات الناشئة التعامل معها بسهولة ويسر. وتختص الوحدة بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة والتواصل مع رواد الأعمال والتعرف منهم على التحديات التي تواجههم، وكذلك مقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة. والحقيقة أن الوحدة منذ إنشائها قامت بالعديد من الخطوات، أهمها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، وذلك لتسهير إصدار شهادات التصنيف والتمتع بالمزايا للشركات الناشئة الواردة بالقانون 152 لسنة 2020. تشكيل مجلس استشاري تطوعي تابع للوحدة يمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، ويعمل على معاونة الوحدة لتحقيق هدفها الرئيسي باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المختلفة. إنشاء منصة تجمع كافة خدمات وإجراءات الجهات الحكومية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، بحيث تتضمن كافة المعلومات عن البيئة التمكينية للعمل
وسوف يتم إطلاق النسخة الأولى التجريبية من المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله، على أن يضاف عليها في النسخة الثانية كافة الأنشطة المتعلقة بريادة الأعمال وكذلك الجهات التمويلية المختلفة، سواء كانت للحضانات الحاضنات والمسرعات والصناديق، وإتاحة أيضا البيانات والمعلومات عن الشركات الناشئة الموجودة في مصر موزعة جغرافيا على المحافظات. وكما قامت الوحدة بإنشاء مقر ليها في الهيئة العامة للاستثمارات، ويضم هذه الوحدة مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، مكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، ومكتب لتلقي الشكاوى والتحديات من الشركات الناشئة. كما تم تفعيل آليات لتقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بما ييسر عليهم عملية التصفية، وجاري حاليا إعداد دراسة لحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، واقتراح مجموعة أخرى من الحوافز. وده شيء مهم جدا، يعني أتمنى من حضراتكم أن يعني تضعوه وتقترحوه وتسلموه لهذه الوحدة، عشان إحنا كحكومة نتحرك في وضع كل الحوافز التي تمكنكم من الانطلاق في هذا المجال الواعد. السادة الحضور الكرام، في إطار خطط الدولة والحكومة لتوفير الدعم للشركات الناشئة، والذي يعد أبرز تحدي يواجه رواد الأعمال خاصة في المراحل المبكرة من مشروعاتهم، تم إعادة هيكلة شركة إيجيبت فينشر، وهي أحد الكيانات الاستثمارية التي أنشأتها الحكومة المصرية لدعم قطاع ريادة الأعمال في مصر، لتصبح أكثر فاعلية كمنصة استثمارية رائدة تركز على دعم الشركات الناشئة في مصر. وقد استثمرت في العديد من الشركات الناشئة حتى الآن، وتضمن هذه الخطوة توفير التمويل المناسب للمشروعات الريادية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة بالتعاون مع العديد من مقدمي الخدمات، سواء كانوا جهات حكومية أو غير حكومية. كما تم إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بموجب القانون رقم 1/2019، والذي يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في نطاق المشروعات المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات ومسارات جديدة لتمويل أفكارهم ومشروعاتهم. بالإضافة إلى ما تقدم، قامت الحكومة بتقديم دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة في عدة مجالات، منها الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال وبرامج لدعم الابتكار والتنافسية وبرامج بناء القدرات، فضلا عن تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال مراكز خدمات تطوير الأعمال المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية. كما قامت الدولة بدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية من خلال عدة برامج تدريبية وبرامج تسريع أعمال، وكذلك المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية. واتصالا، تم إطلاق منصات إلكترونية لتكون نافذة لرواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين، والتي تتيح لكل منهم الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتهم. كما تم تفعيل مركز تعليمي إلكتروني على منصة مركز مصر لريادة الأعمال، يحتوي على أكثر من 72 برنامج تدريبي متاح بأربع لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة للغة الإشارة. وانطلاقا من إدراكنا لأهمية التعاون الدولي لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، نعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في مصر. وفي هذا السياق، سوف تقوم مصر بتنظيم مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي بالقاهرة في الفترة ما بين 29 إلى 30 يونيو القادم، ويأتي المؤتمر بعد التوقيع على الإعلان المشترك بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، ومن خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر. وتمثل مشاركتنا في هذا المؤتمر الهام
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في مجال ريادة الأعمال وتشبيك الشركات الناشئة مع أطراف المجتمع الدولي، حيث عملنا على إدراج ريادة الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في مناقشتنا مع الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الدعم والتعاون في هذا المجال الحيوي. وفي الختام، إننا نؤمن بأن مستقبل مصر يعتمد على قدرتنا على الابتكار والإبداع، وأن الشركات الناشئة تمثل القوة الدافعة للاقتصاد الوطني وتؤدي دورا حيويا في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. ونؤمن أيضا بقدرتكم على تحقيق التغيير وصنع الفارق، كما ندرك أهمية اعتناق العصر الرقمي وتمكين رواد الأعمال ليزدهروا. رؤيتنا واضحة نحو بناء مستقبل حيث لا يعرف هذا المستقبل للابتكار حدودا، وحيث لكل رائد أعمال فرصة للنجاح. ونحن هنا للتأكيد على التزام الحكومة المصرية بدعمكم ومساندتكم في مسيرتكم الريادية. وجاء حديثنا اليوم في ربوع المتحف المصري الكبير تحفيزا لشباب مصر على استكشاف قدراته لتحقيق الإنجازات المبتكرة، استلهاما من آثار الحضارة المصرية القديمة وإسهاماتها الفريدة التي أبهرت العالم أجمع نتيجة تفردها في عنصر الابتكار. أشكركم على حسن الاستماع، وأتطلع إلى المزيد من النقاشات المثمرة والبناءة التي تسهم في رفعة اقتصادنا الوطني وتقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا، كنا نتابع مع حضراتكم كلمة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح قمة رايس أب للشركات الناشئة والتي تعقد بالمتحف المصري الكبير. السيد رئيس مجلس الوزراء أشار إلى مجهودات الدولة للاهتمام بهذا القطاع وإنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء لدعم هذا القطاع، وأشار أيضا إلى إطلاق منصة خاصة برواد الأعمال تطلق النسخة التجريبية منها خلال الأيام المقبلة. ونستكمل بقية أخبارنا في نشرة أخبار السادسة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات في الفترة القادمة. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز 145 مليار دولار. الحقيقة كل شغل الحكومة الشاغل النهاردة إزاي هذا القطاع، قطاع الصناعة، ينمو بطريقة مطردة في خلال الفترة الجاية. إزاي فعلا تحصل طفرات هائلة في قطاع الصناعة عشان نغطي السوق المحلي وعشان نزود قيمة صادراتنا في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وحضراتكم بخلاف الزيارات الميدانية، مفيش أسبوع بيعدي غير لما بكون عامل اجتماعات مع الغرف ومع مجالس التصدير علشان نناقش المستهدفات وإزاي إن احنا نصل إلى 20-30 فعلا إلى قيمة صادرات إن شاء الله إجمالية للدولة المصرية تتجاوز 145 مليار دولار. النهاردة يمكن بنتكلم أيضا في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز اللي هتتعمل وإنها هنطورها لقطاع الصناعة. كما أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على وجود خطة لمضاعفة المكون المحلي في الصناعات المصرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في بني سويف. النهاردة اللي احنا بنستهدفه إن شاء الله للأربع والخمس سنين الجايين، إن النهاردة المكون المحلي والقيمة المضافة لازم تزيد بصورة كبيرة جدا. الصناعة النهاردة، ودي اللي احنا بنتوافق عليها مع مجالس التصدير ومع الغرف الصناعية، إذا كان النهاردة وإحنا واقفين النهاردة بعض الصناعات مثلا بتقول أنا المكون المحلي بتاعي 40% وباخد قدامه دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، ما ينفعش إن احنا نفضل لمدة خمس سنين قدام هي نفس النسبة 40% وياخد دعم الصادرات برضو. لا، لازم يبقى في خطة بنضعها بالتوافق ان المكون المحلي كل سنة بيتضاعف وقصاده دعم الصادرات ورد اعباء الصادرات تبقى موجودة او تزيد كمان. طب الراجل اللي هيفضل ثابت على 40% هو النهاردة ويقول لي بعد خمس سنين هفضل 40% زي ما انا، لا، يبقى دعم الصادرات بتاعه يقل بصورة كبيرة جدا بعد خمس سنين. هدفي ايه من البرنامج ده؟ ان احنا نحفز الصناعة انها تزود وتعمق الصناعة
وتكبر شغلها وتعتمد على المنتج المحلي وعلى الصناعة المحلية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بصورة تدريجية. هذا وشملت جولة مدبولي ببني سويف تفقد مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبرادي، موجها بدراسة الحوافز المطلوبة للصناعات المتخصصة في إنتاج الأجهزة المنزلية ومدى إمكانية رفع نسبة حوافز التصنيع المحلي في تلك الصناعات. تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات خلال زيارته إلى منطقة كوم أبو رادي الصناعية بمحافظة بني سويف. وخلال جولته التفقدية بالمجمع أشاد مدبولي بجهود شركة سامسونج في توطين صناعة التقنيات الحديثة لمختلف منتجاتها بالسوق المصرية، مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير مختلف الحوافز الممكنة التي تحتاجها الشركة لتعزيز تنافسيتها في النفاذ إلى الأسواق الخارجية انطلاقا من مصر. من جانبه لفت رئيس مجلس الوزراء إلى مصنع سامسونج مصر إلى تطلع الشركة لجعل مصر مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير يخدم مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع قرمان السوري للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، جاء ذلك أثناء جولة رئيس الوزراء بمحافظة بني سويف، حيث أكد مدبولي حرص الدولة على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه الصناعة المهمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توطين صناعة الدواء تحقيقا للاكتفاء الذاتي من ناحية والسعي لنقل أحدث التكنولوجيات لمختلف عمليات التصنيع الخاصة بهذا القطاع المهم. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شركة إيميسا دانم لصناعة الملابس الجاهزة، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمنطقة بياض العرب الصناعية ببني سويف، حيث يعزز المصنع المكون المحلي الذي تصل نسبته إلى 90% من الخامات المستخدمة في التصنيع، فضلا أنه يستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين قطعة ملابس بحلول عام 2028. وفي ختام جولته بعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمحافظة بني سويف، تفقد رئيس مجلس الوزراء القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف. وتقع القرية التكنولوجية على مساحة 55 فدانا وتضم شركتين متخصصتين في مجال التعهيد ومركز إبداع مصر الرقمية كرتيافا ومقر كل من جامعة النهضة وجامعة بني سويف التكنولوجية. هذا وقد تطورت نسب إشغال مباني المرحلة الأولى لتصل إلى 100% في 2023 ارتفاعا من 10% في 2019. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. أؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية من أنباء بشأن تراجع مصر عن الانضمام لدولة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وشدد المصدر رفيع المستوى على أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولية.
وفي إطار ثوابت مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية، شهدت مرافعة مصر التاريخية السابقة أمام محكمة العدل الدولية إشادات لإدانة القاهرة للممارسات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي. كانت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى ترافعت أمام محكمة العدل الدولية في 21 من فبراير الماضي مشددة خلال كلمتها على ضرورة وقف إطلاق النار دائم في الأراضي الفلسطينية. عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل تعزيز التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. كما شدد السفراء العرب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. واستنكر السفراء العرب الهجمات الإسرائيلية التصعيدية على رفح الفلسطينية، مشددين على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. وأدان السفراء إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح من الجهة الفلسطينية، كما أدان السفراء العرب الحملة الممنهجة والتهديدات الصارخة الموجهة ضد المحكمة الجنائية الدولية. يجري مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سلوفان محادثات اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من المقرر أن يتوجه سلوفان إلى إسرائيل الأحد للقاء بنيامين نتنياهو. وذكر البيت الأبيض أن سوليفان سيشدد في محادثاته مع الإسرائيليين على تنفيذ عملياتهم العسكرية في قطاع غزة بشكل دقيق دون الحاجة إلى شن هجوم واسع النطاق. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 225 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة تركزت في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على مختلف أنحاء المدينة. من جهتها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 35,386 شهيدا، بالإضافة إلى كذلك إلى 79,366 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، أسفرت عن وصول 83 شهيدا و105 من المصابين إلى المستشفيات. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات دارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في محوري جباليا ورفح الفلسطينية بشمال وجنوب القطاع. وأعلنت حركة حماس تمكنها من قتل 15 جنديا إسرائيليا عقب الاشتباك مع قوة تحصنت بأحد المنازل شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، كما أعلنت الحركة تمكنها من استهداف 3 دبابات بمخيم جباليا بشمال القطاع ومدينة رفح جنوبي القطاع، كما استهدفوا مقر القيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمال القطاع، واستهدفت الفصائل دبابة في مخيم جباليا، ويشهد مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اشتباكات بالتزامن مع توغل لعدد من آليات الاحتلال بالمنطقة. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمواصلة الجيش الإسرائيلي تحصين ممر ناتسريم الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين. وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية أن عملية تحصين هذه تكشف عن خطط إسرائيل لما بعد الحرب في القطاع، والتي تتمثل في إعادة تشكيل وترسيخ التواجد العسكري الإسرائيلي هناك، مشيرة إلى أن الممر يبلغ طوله 4 أميال جنوبي مدينة غزة، ويمتد من الحدود الإسرائيلية في شرق القطاع حتى البحر المتوسط في الغرب.
يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه على الرغم من مواصلة قوات الاحتلال شن غاراته على مدينة رفح الفلسطينية واستمرار القصف الذي أدى لاستمرار غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني ما أدى لتفاقم الأزمات الصحية والغذائية. تأتي حدة الصراع وستواصل الجهود المصرية لاحتواء الموقف والوصول لوقف إطلاق نار. المزيد مع كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصرية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. على يسار الطريق ويمينه نجد هذه الشاحنات متوقفة في انتظار الميعاد المخصص لها للدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة. سيارات الإسعاف أيضا تتحرك دائما وتقف أمام بوابة معبر رفح المصرية في انتظار نقل المصابين من الأشقاء في قطاع غزة. بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان، لكن على الناحية الأخرى منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني وهي تمنع دخول هذه الشاحنات المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية إلى الأشقاء من معبر رفح الفلسطيني ومن معبر كرم أبو سالم. نتحدث عن استمرار للقصف العنيف لقوات الاحتلال لعدد كبير من الأحياء والأماكن المختلفة في رفح الفلسطينية، توسيع لعمليات برية داخل رفح الفلسطينية، أيضا استمرار للاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال على المحور الشرقي في رفح الفلسطينية وأيضا في شمال قطاع غزة. نتحدث عن أماكن آمنة تحدث عنها الاحتلال لينتقل إليها المواطنين والفلسطينيين من قطاع غزة من تحديدا من رفح الفلسطينية، ولكن هذه الأماكن الآمنة يتم قصفها طوال الوقت وباستمرار. نتحدث أيضا عن استمرار المفاوضات المصرية للوقف الوصول دائم ومستدام لإطلاق النار للتخفيف عن جاه الأشقاء في قطاع غزة، ولكن هذه المحاولات دائما تعرقلها قوات الاحتلال بحجج مختلفة. أيضا وصل لميناء يعني غزة الأول الذي كانت أنشأته الولايات المتحدة الأمريكية على شاطئ غزة يعني الشحنة الأولى من المساعدات والتي دخلت بالفعل عن طريق الأونروا إلى الأشقاء في قطاع غزة، ولكن هذه المساعدات التي تصل من هذا الميناء أو هذا الرصيف لا تكفي إلا أقل من 10% من الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة، حيث أن المعبر الأساسي والرئيسي حسب بطبع الأمم المتحدة وتصريحات جميع الدول هو معبر رفح المصري ومعبر كرم أبو سالم، هو الذي يدخل من خلاله معظم المساعدات وأهم والرقم الأكبر من المساعدات التي تخفف عن كاه الأشقاء في قطاع غزة. الصورة لا تختلف منذ 12 يوما منذ احتلال قوات الاحتلال لمعبر رفح الفلسطيني، هذه المساعدات متوقفة، قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات، وإلا أن المساعي المصرية لا تتوقف من أجل التخفيف عن كاهل الأشقاء في قطاع غزة. هذه هي الصورة، عودة إليكم مرة أخرى. نشرة أخبار السادسة من التلفزيون المصري لا تزال مستمرة معكم وتتابعون فيها. زيلنسكي يعترف بتوغل القوات الروسية على طول الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا ويعبر عن مخاوفه من هجوم واسع النطاق. أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غربي المخاف اليمن. وذكرت أمبري أن اتصالا لاسلكيا أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها، ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الاتصال. أضافت الشركة في وقت لاحق أن ناقلة تلقت مساعدة وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجه والتوجيه بالسفينة تعمل، ولم تذكر الشركة البريطانية الجهة التي قدمت المساعدة. استهدفت غارة إسرائيلية مركبة قرب المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا في ثاني استهداف في تلك المنطقة خلال 24 ساعة الماضية. ورجحت مصادر لبنانية أن السيارة كانت تقل قياديا في حزب الله ومرافقه في الأثناء. أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع رأس الناقورة البحري المحاذي لحدود جنوب لبنان بقذائف مدفعية. كما أعلن الحزب استهداف ما قال إنها تجهيزات تجسسية في موقع رماثة بمزارع شبعة، مؤكدا إصابتها بإصابات مباشرة فضلا عن استهداف عدة مواقع في المستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية. We'll be right back.
وفي الملف الروسي الأوكراني، أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في منطقة خاركييف هو مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في الشمال والشرق. وحذر زيلنسكي من أن كييف ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها لتصمد على الجبهة، وأضاف أن القوات الروسية توغلت ما بين 5 إلى 10 كيلومترات على طول الحدود الشمالية الشرقية قبل أن توقفها القوات الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية سارتاسيا في منطقة خاركييف بأوكرانيا. وأضافت الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تقدمها في المنطقة، موضحة أنها حررت وحدات من مجموعات القوات الشمالية بالقرية في منطقة خاركييف. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أوكرانيا طلبت من الإدارة الأمريكية المساعدة في تحديد أهداف داخل روسيا لتضر بها أو لتضربها باستخدام أسلحتها الخاصة. وصرحت الصحيفة في تقرير لها أنه وفقا لمسؤولين أمريكيين طلبت أوكرانيا أيضا رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة ضد الأهداف العسكرية داخل روسيا، مشيرة إلى أن هذه الطلبات تأتي بعدما حققت روسيا أكبر مكاسب إقليمية لها في أوكرانيا منذ نحو 18 شهرا في منطقة خاركييف. يبدو أن اشتعال الوضع في غزة وسيطرة القضية الفلسطينية على أنظار العالم وتعاطفه معها أثر سلبا على الأزمة الأوكرانية التي توارت في الظل، رغم أنف زيلينسكي ما دفع به لإعادة مطالبته الصاخبة بالمزيد من المساعدات العسكرية، ولا سيما بعد الهجوم الروسي على خاركييف ثاني أكبر مدينة أوكرانية. الوضع برمته صار يثير قلق زيلينسكي، خصوصا بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهدنة خلال أولمبياد باريس، الأمر الذي رآه زيلينسكي فرصة لروسيا لمزيد من التوغل في أراضيه، معربا عن قلقه لتأخر أنظمة باتريوت الأمريكية التي لا تمتلك أوكرانيا منها إلا ربع المطلوب لمواجهة الجيش الروسي بحسب تصريحات زيلينسكي. ومع إقرار الرئيس الأوكراني بأن ثمة نقص في عدد قواته، بدأ مفهوما لماذا أدخل زيلينسكي قانونا جديدا للتعبئة في حيز التنفيذ، إذ أن تعزيز صفوف الجيش الذي يعاني من العديد من الألوية الفارغة في الخطوط الأمامية صار ضرورة ملحة. الميل الغربي لعدم الوصول بالحرب لنقطة انتصار نهائي لأحد الأطراف أدى لمنعهم كييف من استخدام الأسلحة الغربية لمهاجمة روسيا واستخدامها فقط في الدفاع عن أراضيها، وهو ما أجبر زيلينسكي على دعوة الصين حليفة روسيا التاريخية إلى المشاركة في قمة سلام حول أوكرانيا في سويسرا الشهر المقبل، وهي قمة لن تحضرها موسكو. إذن هي حرب تكسير عظام بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما لهما من قوة اقتصادية واستراتيجية ضاربة جعل فكرة انتصار طرف ما بعيدة تماما، وهو ما أنهك الدول الأوروبية مع تعذر فكرة التراجع خشية الغضب الأمريكي. لتبقى الأيام المقبلة وحدها ستكشف الستار عن الطرف الذي سيصرخ أولا مطالبا بوقف الحرب. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة السومي الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت المجتمعات الحدودية في المنطقة 44 مرة خلال 24 ساعة، ما تسبب في وقوع 183 انفجارا. وقالت الإدارة في بيان صحفي إن القوات الروسية نفذت 44 هجوما على المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة السومي، وتم تسجيل 183 انفجارا، حيث تعرضت عدة مجتمعات للقصف، وأشارت إلى أنه جاري تحديد عدد القتلى والإصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن تحديد الخسائر في الممتلكات والمنشآت. أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي تكتيكي أشرف عليها الزعيم الكوري كيم يونغ أون، موجها بتسريع عمليات الإنتاج لتعزيز قوة بلاده النووية. ويبلغ مدى الصاروخ الجديد 300 كيلومتر ويتمتع بنظام ذاتي للملاحة.
اختبار جديد للصواريخ البالستية التكتيكية في كوريا الشمالية، والتطور هنا تزويد الصواريخ بنظام ملاحة ذاتي جديد، كما أنه يمثل زيادة في مدى الأسلحة الموجهة التكتيكية، والتي كان من المعروف أن مداها يتراوح بين 100 و110 كيلومتر، فيما بلغ مدى الصاروخ الجديد 300 كيلومتر. تجربة الإطلاق الناجحة أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ أون، وأجريت في البحر الشرقي لكوريا الشمالية. وذكر تقرير لوكالة الأنباء الرسمية أنه تم التحقق من دقة نظام الملاحة الذاتية، وهو ما دفع بكونغ أون أن يصدر أمراً بتسريع الإنتاج من أجل تعزيز القوة النووية لبلاده. وهو سونغ 18 هو صاروخ بالستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب، ويفترض أن يكون له مدى طويل بما يكفي لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة. ورغم أن عمليات الإطلاق جاءت بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات مشتركة بمقاتلات شبح في محاكاة لقتال جوي، إلا أن جولات تفقدية للزعيم الكوري الشمالي مؤخرا لمصانع الذخيرة أثارت تكهنات بأن الشمال يكثف إنتاج الأسلحة للصادرات إلى روسيا. بدورها نفت كيم يو جونغ شقيقة كيم نفيا قاطعا التعاون العسكري المشتبه به بين كوريا الشمالية وروسيا، قائلة إن أسلحة البلاد تهدف فقط إلى استهداف كوريا الجنوبية وليس للتصدير إلى موسكو. صرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور بأن بلاده ستدافع بقوة عما تملك، في إشارة إلى التوتر المتصاعد مع الصين بشأن نزاعات بحرية. وأضاف ماركوس أن السلوك المتبع ضد من سماهم المتسللين الذين لا يحترمون وحدة الأراضي الفلبينية سوف يسترشد بالقانون. ولم يحدد ماركوس هوية المتسللين، لكن بحر الصين الجنوبي شهد توترا بين مانيلا وبكين شمل استخدام الصين لمدافع المياه ضد سفن فلبينية، بالإضافة إلى استخدام ليزر عسكري تجاه سفن الفلبين وما تسميها مانيلا مناورات خطيرة في الممر المائي المتنازع عليه. Nandiyan naman ang batas eh. Eh hindi nga natin, hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din yung mga ng mga iba kasi maraming pera yan. أعلنت السلطات المكسيكية العثور على جثث 4 أشخاص من بينهم مرشح للانتخابات المحلية وزوجته في مركبة محترقة في أكوبولوكو جنوب المكسيك. وذكرت مصادر محلية مكسيكية أنه تم اغتيال المرشح وزوجته، مشيرة إلى فتح القضاء تحقيقا في مقتل الأربعة. وما بين سبتمبر الماضي والأول من مايو قتل ما لا يقل عن 26 مرشحا للانتخابات المقررة في 2 يونيو، والتي ستكون أكبر انتخابات في تاريخ المكسيك، إذ ستشمل في آن واحد انتخابات الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ وانتخابات محلية. نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بإحدى قرى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة. ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجا، نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني قافلة طبية بقرية سندبيس التابعة للقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. القافلة تهدف لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية. بيتم الكشف الطبي على المرضى في هذه القافلة، والحالات اللي هي بتحتاج تحويل بنحولهم من مستشفيات سواء كانت الحكومية أو المستشفيات العامة، وفي نفس الوقت بيتم متابعة الحالات ديت من قبل المؤسسة. بنقوم بتوزيع الأدوية مجانا على المريض، بنقوم بالفحص الطبي الكامل للمريض، بنوجهه إذا كان يحتاج أي عمليات رمد سواء مية بيضاء أو زرقاء بنوجهه المستشفيات بالعمل العملية مجانا. القافلة تضم العديد من التخصصات منها الباطنية والأطفال والجلدية والرمد والأنف والأذن، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية
مجانية للمواطنين، كما تم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان مع تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختصة. أنا جيت حجزت لبنتي بطنة وكشفت عليها وادانا علاج ببلاش، وفرت علينا المكان بدل ما نروح القناطر او اها. والله كفلة كويسة، وهي تنظيم كويس، وان هي قريبة جت في البلد، بحيث ان الواحد ما يروحش مستشفى على مثلا قناطر ولا اها ولا اي حاجة، هي قريبة وفي علاج على حساب برضو الكفيلة، ما حدش بيشتريه من بره. كشفنا بطنة وهي حاجة كويسة جدا، لان يعني بيقدوا خدمة كويسة لنا، وكفاية ان هي يعني حاجة جنبنا، مش بنركب مواصلات ولا اي حاجة. جهود متواصلة للتحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الاولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صق الأضاحي للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصق، وذلك بعدما نجحت الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. تضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر لتحديد احتياجات الأسر المختلفة، والتي تضم الفئات المستحقة من المرأة المعيلة والمسنين والمرضى والأرامل والأيتام. نشرتنا تتواصل ونتحول فيها إلى أخبار الاقتصاد. أخبار الاقتصاد ورجاء رمزي. رجاء، شكرا جزيلا محمد.
شكرا هبة. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ، وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية، يأتي ذلك بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كل الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 نحو 18 مليار و700 مليون دولار. وبحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات من 3 مليارات و400 مليون دولار في العام 2020 إلى 5 مليارات و100 مليون دولار في العام 2023، فيما بلغت صادرات الربع الأول من العام 2024 نحو مليار و600 مليون دولار. تربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة، وذلك خلال الربع الأول من العام 2024 بما قيمته 859 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية. شاركت مصر في الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين خلال الدورة 33 لاجتماعات البنك الأوروبي، والتي انعقدت بأرمينيا تحت شعار معا نعزز الأثر. وألقت كلمة مصر أمام الاجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، التي أكدت على دعم القاهرة لجهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرة إلى أهمية تشجيع تبادل الخبرات ما بين الدول وضرورة التكامل ما بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص. كما أكدت المشاط على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لزيادة الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص من خلال برنامج نوفي، وأيضا مشاركة التجربة مع دول أخرى. وإلى أسواق البترول العالمي، حيث ارتفعت أسعار النفط فيما سجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر مستهلكي للنفط في العالم وهما الصين والولايات المتحدة، مما عزز الأمال في ارتفاع الطلب. ارتفعت أسعار خام برنت بما نسبته 0.85% مسجلة 83 دولار 98 سنتا للبرميل. في مصعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.5% مسجلا 80 دولار و6 سنتات للبرميل. كما انخفضت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.8% ليصل إلى دولارين 2.05 سنتات للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بما نسبته 2.25% مسجلا دولارين 2.63 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بما نسبته 5.4% على أساس سنوي، وذلك في الربع الأول بعد نمو قدره 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي إلى 3.2% من 2.6%، مشيرا إلى الإنفاق الحكومي القوي وأيضا الاستثمار المرتبط بالحرب رغم العقوبات الغربية.
أثنيت نافذتنا الاقتصادية مشاهدين. عودة مجددا إلى هبة ومحمد، فإليكما. أشكرك رجائي. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز العناوين. خلال تفقده عددا من المشروعات في بني سويف، مدبولي يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول لقيمة صادرات تتجاوز 145 مليار دولار. ردا على مزاعم إسرائيلية بانسحابها، مصر تؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي. قوات الاحتلال تدمر مربعا سكنيا في جباليا وتسقط عشرات الشهداء والمصابين، وحماس تقتل 15 جنديا في اشتباكات برفح الفلسطينية جنوبي القطاع. ختام نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري. إلى اللقاء.